السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم حبايب قلبي من وين ما كنتوا، بحييكم وبحيي جميع المشاهدين والمشتركين بقناة المتواضعة. أهلا وسهلا فيكم حبايب قلبي. اليوم حبيت نروح على إيطاليا ونعملكم وصفة إيطالية اللي هي اسمها فوكاتشا. طبعا هيدي معروفة عند الكل ومحبوبة، يعني الكل بحبها وبيرغبها. فعندنا نحن هلا المكونات اللي رح نستخدمها لهيدي العجينة. بداية عندنا هون عندي طبعا هون البندورة السوريسي، وعندي هون هيدي رح أنا أعطيكم اختيارات. في هون عندي جبنة حلوم، وعندي هون بوكوتشيني، هيدي بتجي جبنة إيطالية، وعندي جبنة موزاريلا. هيدي بترجع اختيار حبايب قلبي، فيكن تحطوا موزاريلا، فيكن في ناس بحطوا جبنة حلوم حتى ما تذوب لأنه جبنة الموزاريلا بتذوب. وأنا اليوم حبيت صراحة أحط هاي الجبنة، أنا حطيت هول 3 اختيارات الجبنة، بس أنا اليوم بدي أعملها بهاي البوكوتشيني. هاي بتجي إيطالية، هي في منها أحجام كبير وصغير ووسط، أنا جبت اليوم الصغير. وهيدا الزيتون الأسود، هيدا زيتون أخضر، وعندي هون الروزماري، وعندي هون الزعتر البري اللي هو إكليل الجبل، وشو بعد كمان. وهاي هي عندنا هون العجينة. أنا هون عندي كوب حليب وكوب مي وملعقة خميرة وملعقة سكر وملعقة خل، وعندي هون تقريبا 6 كبايات، بين الخمسة والست كبايات طحين، وهون عندي نص كوب زيت زيتون لإله لأنه أنا عاملة العجينة دوبل. يعني إذا بدنا نعملها نحنا نص هذا المقدار، 3 كبايات طحين، ربع كوب زبدة زيت زيتون عفوا، وماي تقريبا الكوب ماي، كوب كوب هلا اللي بده بحط حليب واللي بده بحط مي. انا حبيت صراحه احط له حليب، كوب حليب وكوب مي، بس انا هون لاني عندي العجينه مضاعفه. هلا انا رح اخبر العجينه حبايب قلبي وفرجيكم ان شاء الله، بس تخمر العجينه بنطبقها سوا مع بعض هيدي شو اسمه الفوكاتشا. خليكم معنا لاعجن العجينه. هاي العجينه حبايب قلبي هلا انا عجنتها، هلا بغلفها بغطيها بنايلون وبصبر عليها تقريبا بدها شي ساعة لحتى تخمر، وان شاء الله بنعملها للفوكاتشا مع بعض. خليكن معنا بس حبيت لانه هلا العجين كلنا بنعرف نعجن، انه مش ضروري اقعد فريكن كيف بنعجن وكذا حبايبي، بس من شان لنختصر الوقت. هاي حبايب قلبي العجينة عجناها وتركتها تقريبا صار لشي ساعة وشوي، انا لاني كترت الخميرة، بتعرفوا عنا هلأ برد، فليكم ما شاء الله كيف صارت. هلأ انا رح حطها بالصينية ومنفرجيكم ان شاء الله كيف بنعملها. هلأ حبايبي انا حطيتها بهيدي الصينية، طبعا هلأ بدي اتركها تقريبا شوي لحتى ترتاح وعود مدة مرة تاني، لانه هلأ بدها شوي يعني بدها رياحة شوي، فانا بس حبيت فرجيكم حبايبي. هاي حبايبي حطيتها انا حطيت يعني تركتها لترتاح، وحطيت الجبنه والزيتون والاكليل الجبل اللي هو الروزماري والزعتر البري الاوريجانو، وهيدي كل اللي حطيتهم. وهلا رح احطها بالفرن حبايبي ومفرجيكم ان شاء الله على الشكل النهائي، بس حبيت فرجيكم خطوه بخطوه. خليكن معنا وهلا بنفرجيكم ان شاء الله بعد ما بنخلص. هيدا حبايب قلبي رجعنا لكم بهيدا الشكل النهائي، ان شاء الله تكون تنال اعجابكم، وبتمنى تجربوها مثل ما سبق انا وذكرت باول الفيديو. هلا ان شاء الله انا بحط لكم بصندوق الوصف المقادير العجينه، وفي شغله بدي اقول لكم اياها، العجينه لازم تكون شوي طريه حبايبي، ما بدها تكون قاسيه العجينه، يعني لازم تكون طريه قد ما فيكم تكون تطروها للعجينه بكون افضل، بتعطيكم نتيجه افضل. وان شاء الله تنال اعجابكم وبتمنى تجربوها
وبالآخر بقلكن حبايبي أهلا وسهلا فيكن، هاي القناة قناتكن وهيدا البيت بيتكن، وإن شاء الله بتكبر بدعمكن وبوقفتكن معاي، وأنا بتشكركن من كل قلبي من كل العالم من كل الدول العربية اللي عم يدخلوا على قناتي وبيكتبولي هالتعليقات الحلوة. أنا بتشكرن كتير كتير على محبتهم لإلي، وإن شاء الله بوقفتكن معي وبدعمكن لإلي بتكبر هالقناة فيكن وبوجودكن يا رب. وأهم شي حبايبي أنا بس من باب التذكير بإلكن فضلا وليس أمرا، ما تنسوني من اللايكات لأنه اللايكات هي اللي بترفع الفيديو حبايب قلبي. وإن شاء الله بنلتقي مجددا بأطباق جديدة وتكون تنال إعجابكم هالأطباق، إن شاء الله تكون تنال إعجابكم هالأطباق اللي عم نقدمها المتواضعة. وأنا عم حاول صراحة قدر الإمكان إني ما طول الفيديو، عم حاول كل مرة إنه يكون شوي قصير الفيديو لأنه حتى ما نزهق المشاهدين اللي عم يدخلوا لعندي حبايبي. وبقلكن إلى اللقاء إن شاء الله بطبق جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هلا حبايبي انا بعد هلا قصيتها وحبيت بس فرجيكن على العجينة كيف هي، كيف طالعة ليكو، كيف نافخة العجينة، ولا احلى من هيك ليكو. هاي مثلا ليكو، ولا احلى من هيك. هلا بحط لكم انا ان شاء الله المقادير العجينة بصندوق الوصف، وبتمنى تعملوها وتجربوها وتعطوني رأيكم حبايب قلبي. وأهلا وسهلا فيكم مجددا، وإن شاء الله بنلتقي بطبق جديد، وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.